السلام عليكم ورحمة الله. سامسونج بلازما كما ترون الصوت موجود، الصورة لا توجد لكن عليها بعض النقاط رقيقة ربما لا تلاحظون كما ترون هكذا. الصوت موجود، السرعة فهي تظهر جيدة بعد أخذ القياسات، وسوف أقوم بإعطاكم ملاحظة على القياسات بأنها جيدة. هذه الإكس وهذه الإجريك، هذه هي الإجريك المسؤولة عن الصورة. هذه كارت النهار لحارس المرمى عبد الرحمن الحواطي كما ذكرت مشاهدينا الكرام يملك فريق حسني زكريا. فأقوم بأخذ قياس كما ترون، ها هي ال 200 فولت المسؤولة عن الجهد المتحكم في الإجريك. هي جيدة سوف أقوم بقياس الجهد 65 فولت الذي يقوم بالدخول عبر البافرات المسؤولة على الشاشة VA. هكذا سوف، هو القياس، هذا القياس هو المسؤول عن ظهور الشاشة عبر البافرات ثم يقوم بتغذية الشاشة. سوف أقوم بفتح هذا الإطار على الماين ونتتبع الكهرباء 67 فولت لتغذية البافرات السفلية. كما ترون هذا هو الكابل التي توجد عليه 65 أو 67 فولت المسؤول عن تغذية هذه البافرات السفلية المكونة من عدة كوفات كما ترون، 1 2 3 4 5 6 7. يعني توجد بها 14 كوفة. وسوف أقوم بقياس بتوصيل الكهرباء. أقوم بقياس هذا الفولت 67 فولت، نعم فهو موجود من رأس أو عبر مدخل الفيش. سوف أقوم بقياسهما 5 فولت على هذا الفيوز، هو جيد من الداخل ومن الخارج. وهذا الفولت المسؤول عن تغذية الشاشة
تمكن من العوده هنا في المدخل 65 هنا يعني تمكن من اذا لا توجد هنا اذا الفيروس قاطع كبير خارج مدينه اغادير مرتين اثنتين كما ترون المره الاولى كانت عندما فاز الفريق على وفي الجهه الداخل عبر تغذيه البافرات لا توجد هذه التغذيه اذا الفيروس هو المسؤول اذا ربما هناك خلل او تماس او كوب سيركوي على احد المكتفات ربما او الشاشه نفسها او شيء او ربما بعض الكوفات قد تكون بها عطب سوف اقوم بقياس هذه المكتفات كما ترون فهي المسؤول عن تغذية هذا الفولت الذي قمت بقياسه حسنية كثير بهدفين مقابل لا شيء المباراة اللي سجل فيها أمين سوف أقوم بقياس هذه المكتفات المغذية على الفولت 67 قد وضعت هذا بالتماس على الأرض وأقوم بقياس الجهة المعاكسة نعم هذا جيد هذا جيد إذن الفيوز كما ذكرنا فهو قاطع أي أن شيئا من هذا هو المسؤول على ضرب هذا الفيوز هو جيد يعطي قياس جيد هذا المكتف وهذا المكتف كذلك 235 وهذا أيضا وهذا أيضا وهذا أيضا لكن هناك كما ترون أصدقائي فهذا المكتف تظهر عليه بعض الاحتراق لكن هذا المكتف فهو يعطي قياس غير مماثل كما المكتفات الأخرى 143 لاحظوا معي هذا يعطي 238 أو 40 أوم فقد قمت بربط هذا الفيوز بالسلك حتى يقوم بتمرير تغذية على البافرات وجميع الكوفات وأيضا سوف تلاحظون لقد قمت بخلع هذا المكتف حتى نتمكن من إزالة هذا المعوق أمام الفولت ربما كان هو السبب في ضرب الفيوز وعمل شورت يقوم بتشغيل الجهاز وأقوم بتشغيل الجهاز ونرى كما تلاحظون سوف نقوم بتشغيل الجهاز ونرى هل يتم إصلاح
المشكل بهذه الطريقة أم لا. شغل الجهاز. بسم الله. نعم ظهرتش الصورة طبيعية كما تلاحظون. الجهاز اشتغل، العطب كان مباشرة على البافرات بسبب مكثف عمل شورت على لوحة البافرات السفلية المسؤول على تغذية الكوفات. كما تلاحظون الجهاز شغال تماما. شد أول جهاز ثقيل نوعا ما. كما تلاحظون بقيه اللاعبين باكاري ماني ياسين الرامي سفيان البوشيني الاجريك مانو جمال الشمال كل شيء في حاله جيده. الى اللقاء.